اليوم رانا جينا لإعطاء إشارة الانطلاق. كان بالأمس الوعد يبرأ بعد يتحقق باش يكونوا في الصورة إن شاء الله. هذا المشروع تطلب لنا يعني 46 مليار باش نضويو على جميع الساكنة اللي راهي توجد هنا في عدد 60 عائلة. راح يطلب لنا هذا باش تعرف حجم تاع المشروع حوالي قريب 100 كيلومتر من هنا، 120 كيلومتر من الخطوط الكهربائية باش نوصلوا للسكنات كامل. شيء المطلوب لكم، احنا اليوم رانا بدينا في المشروع، اقصى تقدير شهرين ان شاء الله تكون كل السكنات مزوده. سيدي هاي جاتنا ورانا فرح بها، راه الشعب كاع فرح بها، ورايحه تمشي المنطقه كامل من برج الحمام حتى لسيدي عامر. الحمد لله.